فوق الخط الأحمر مع مقداد الحميدان. أحبتي المشاهدين الكرام، أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. باسمكم أرحب بالنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دكتورة خالدة خليل. دكتورة مرحبا بك، حياك الله. مرحبا بك، أهلا وسهلا. عندي ملفات مهمة أريد أناقشها وياك، لكن خلي أبدي من الحادث الإرهابي الأخير اللي حصل في أربيل. ما هي الرسائل اللي يراد إيصالها من هذه الحوادث المتكررة بقصف أربيل؟ اليوم القصف وقف عن بغداد تمام، اللي هي كانت مرتكز القصف، اليوم حول على أربيل. شنو برأيك الأسباب؟ شنو الرسائل المراد إيصالها؟ وليش أربيل؟ تفضل. أحييك أستاذ مقداد، وأحيي جميع كادر القناة وجميع مشاهديكم الكرام. بالحقيقة يعني تكرر هذا القصف كما تعلم على أربيل خلال هذه الفترات، وكان يفترض بأنه هي كهدنة ومتوقف القصف إلى أن يخرج الأمريكان بتاريخ 31/12، لكن يعني حصل بما هو هدنة للاختراق، هذه تسمى اختراقات للهدنة. تمام. وتقصف مدينة آمنة، وتقصف مدينة يعني احتضنت كل اللاجئين، واحتضنت كل النازحين، واحتضنت الكثير، وكانت ملاذ آمن للناس في وقت ما يكون المناطق الأخرى تكون غير آمنة. فعادة هي كانت فاتحة صدرها وذراعيها للكل. الحقيقة هذا يعني صار به شجب كبير جدا من الدول والناس داخل العراق والكثيرين. يعني هذه عمليات يفترض بأنه ما تتكرر، ويفترض بأنه وقت الهدنة ما تصير مثل هذه العمليات، وينتظرون إلى أن يخرج الأمريكان بهذا التاريخ المحدد حسب الاتفاقيات اللي صارت الأخيرة، وبعدها يعني يكون أكو يفترض أنه أكو مواقف. طيب أكو نقطة هي دكتورة، لا أكو نقطة لو سمحت. نعم. الأمن في كردستان قوي. نعم. كأجهزة أمنية، يعني معقولة كل هذه القصف المتكرر ما أستطيع أن أحدد مكمن الخلل ومنين القصف؟ تمام. لا، هو باللجنة الأخيرة يعني أعلنوا عنه، وكانت النتائج واضحة جدا. تمام. وعن اعتقال و... نعم، وأيضا بأنه كانت جهات محددة هي اللي يعني ذكروها حتى في التقرير، في تقرير اللجنة. وهذه المرة أيضا هناك لجنة، وأيضا ستظهر النتائج، وبالتأكيد هناك جهات. القصف يأتي يعني جاب الطائرات مسيرة مثل ما تعرف. نعم. وهي أكيد مناطق انطلاقها معروفة، وهي أكيد حتى الجماعات اللي تستهدف أربيل معروفين، جماعات معروفين، هم نفسهم الجماعات اللي تستهدف كل الأماكن بالعراق يعني. ولذلك أنا قلت بأنه أنا استغربت الحقيقة، لأنه هي مفترض أنه في وقت هدنة، هدنة إلى ما بعد الانتخابات، وهدنة تبدأ ما بعد الانتخابات 10/10 إلى 31/12. فخرق هذه الهدنة الحقيقة كان يعني عمل يعني يكون سلبي جدا هذا على العراق كله. نعم. وليس طيب. فقط على أربيل. طيب خلينا ننتقل لك، يعني عندي عدة ملفات. الملف الأهم، ليش ما نزلت الانتخابات؟ يعني شنو السر بالموضوع؟ لا، هو ماكو سر. هذا نظام الانتخاب الجديد للأسف يعني، واللي غالبا احنا كنا ننتقده. وحتى الرئيس مسعود البارزاني أيضا قبل أيام في أثناء الإعلان الأخير عن الانتخاب، يعني المشاركة بالانتخابات والدعم الانتخابي، أيضا ذكر هذا الشيء بأنه هذا النظام هو ما يحقق العدالة الانتخابية، ولكن نحن قررنا المشاركة فيه حتى العملية السياسية أنه لن نكون إحنا سبب في أي شيء يحدث بالعراق. هذا القانون بالحقيقة يعني فرض أنه يكون بهذه الدائرة اللي أنا بيها يعني 4 أشخاص، وإحنا الإيزيدين لأنه أصواتنا قليلة جدا. ليش قليلة بهذه الدائرة؟ شكل؟ أي نعم، أصواتنا قليلة بهذه الدائرة، على ما أظن هي 8500 صوت فقط. في سنجار هناك أصوات كثيرة، ولذلك يعني أكو مرشحين 2 عن سنجار،
لكن في شيخان ومرشح واحد، والمرشح الواحد الفرع اتفق بأنه يكون رجل بالرغم من قلة الأصوات، وإحنا غالبا حذرنا من هذا الموضوع، لكنه يعني إحنا نحترم قرارات الحزب. يعني أنا باعتباري كإنسان حزبي يجب أن أحترم هذا الموضوع، أحترم قرارات الحزب، وإن كان هناك يعني رضا عدم رضا حتى من الكثير، أو مثل ما تعرف حضرتك حتى من سياسيين، من أصدقاء ومن ناس، لأنه إحنا اليوم أحوج ما نكون إلى أن يكون في الساحة السياسية بالعراق وناس يفهمون ما معنى العمل السياسي أو يمارسون العمل السياسي. لسنا بحاجة إلى ناس تذهب من أجل أن تكون فقط لرفع اليد. يعني هناك ناس اختيرت فقط على أساس عشائري، هو هذا السوء في الحقيقة، يعني في النظام الانتخابي الجديد، أنه يضطرون أن يختارون شخصين أو ثلاثة من هذه الدائرة. الشخصين أو ثلاثة دول لازم يكون عندهم مقبولية كبيرة جدا، يكونون شيوخ عشائر أو ناس متنفذين، حتى إذا كان بالمال، حتى إذا كان بأي طريقة، لكن أنه يقدر يكسب الأصوات. باعتباري أكاديمية أتجنب هذه الموضوعات كلها، أنا أريد أن أمارس العمل السياسي بعمل نظيف. ومعروف الحمد لله عن اسمي بالرغم من قلة الفترة اللي كنت أنا بها بالبرلمان، هي أقل من نصف دورة، لأنه تعرف حضرتك سنة راحت مني وبعدها أيضا سنة بالانتخابات وأقل من سنتين، لكن هذا العمل يحتاج إلى ناس فاهمين لما يجري في العراق، على الأقل لما يجري. ما معقول أنت تأخذ لي أناس إلى البرلمان وبعدها تشتكي بأنه أنا هذه الكتلة ضعيفة. أي كتلة في العراق غدا ستطرح بعض الأسماء، هذه الكتلة ضعيفة. طيب أنت كان المفروض تكون الخيارات مدروسة، وتكون الخيارات مو فقط تعتمد على هذا. صحيح أنه القانون الانتخابي يختارون أشخاص ذوي نفوذ، طيب، لكن التدخل الحزبي أيضا إحنا نعتبره تقريبا 50%، وهذه حقيقة يعني عند كل الكتل. فأي دعم حزبي لأي شخص كان ممكن أنه هذا الشخص يكون موجود إذا كانوا يحتاجوه، لكن هي المسألة أنه إحنا اليوم كل شيء متداخل في بعض، لا يوجد عمل سياسي حقيقي يعني في العراق بشكل عام. الخيارات أنا أشوفها أحيانا، البرامج الانتخابية اللي أشوفها لكل المرشحين بالعراق اللي هم أعداد كبيرة، أعتقد 3500 مرشح، عندما أشوفهم برامج الانتخابية يعني فد حالة. الحقيقة أنا وصفتها قبل أيام بأنه اليأس أصبح يربط على كتف السنوات القادمة. طيب دكتور، سياسة الحزب في الانتخابات هذه شلون تقدرين توصفيها كحزب ديمقراطي كردستاني، وكم ينوى الحزب أن يحقق في هذه الانتخابات؟ تدرين عندنا سعي لرئاسة الجمهورية من قبل الحزب الديمقراطي، وأيضا بالمقابل الاتحاد أيضا يسعى، برهم صالح أيضا يسعى لولاية ثانية، نعم، كما السيد الكاظمي، كما السيد الحلبوسي أيضا. والله مسألة إعادة الثلاثة، الرئاسات الثلاثة، إذا الكل يرغب في بقائها فلماذا الانتخابات؟ الانتخابات المفروض تكون لها مفرزات ومخرجات جديدة، وعلى أساس هذه المخرجات الجديدة يتم التحديد. يعني اليوم مثلا أي كتلة هي أكبر اللي تختار رئيس الوزراء، أو بالنسبة للديمقراطي والاتحاد يتفقون على موضوع رئاسة الجمهورية. هذه تتعلق أيضا باستحقاقات بالإقليم، يعني بين الحزب الديمقراطي وبين حزب الاتحاد تتعلق أيضا بالإقليم وليس فقط بالنقاط اللي يحصلوها أو بعدد المقاعد. احنا طبعا مقاعدنا كانت حوالي 26 مقعد في هذه الدورة، نأمل بأنه نحصل على أكثر، باعتبار أنه الحزب الديمقراطي قاعدته الجماهيرية وهو الحزب الأول بالإقليم. دقيقة، أنت الآن تقولي لي هذا النظام الانتخابي الجديد لا يحقق العدالة، نعم، وحالت السيد رئيس مسعود البرزاني تحدث بهذا نعم الإطار، وهسه تقولي لي إحنا ممكن نحصل أكثر، معناه نعم هذا النظام خدمكم أكثر. أنا دا أقصد العدالة الانتخابية على أساس المرشحين، طيب، وبالنسبة لداخل الحزب أيضا ما يحقق حقيقة هذه، لكن لأنه إحنا يعني اضطر الحزب أن ربما أن
يأتي بعض الأشخاص قد لا يكونون متحزبين، وأنا أعني ما أقول. طيب. قد لا تكون لهم مواقف حزبية سليمة. طيب. ولكن هذا قصف، مو ما تعني ما تقول. لا لا أنا هذه رسائل. لا أنا ما دا أقصف، أنا دا أتحدث بكل حقيقة. يعني هناك أناس مثلا في فترات متعددة كانوا مو على الحزب، لكن اليوم لأنهم مرشحين أصبحوا مثلا. الحقيقة يعني اليوم يحتاجوهم لأنه ممكن هذا يحقق أصوات أعلى. يعني هو أكو نوع من عدم العدالة بالتحقيق حقيقة يعني. لكن على مستوى الدوائر، تقسيم الدوائر الانتخابية، هناك مثل ما تعرف بمناطقنا اللي هي مناطق الحزب الديمقراطي أكو صراع سني كبير ما بين الحزبين، ما بين تقدم ما بين عزم. وأيضا الجهات الأخرى يعني مثلا أبو مازن أيضا عنده مرشحين كثر، هناك العديد من المرشحين. طبعا كثرة هاي المرشحين أكيد يعني راح يفرز من بينهم بعض الآخرين يعني اللي يصارعوهم في المنطقة. طيب. يعني هذا النظام الانتخابي أنا أتوقع لو كان نظام وهو الأفضل للعراق، التمثيل النسبي بحيث أنه القائمة ترشح الضعف هذا العدد، وحتى لو كان العدد نفسه كان ممكن أن يصير تعديلات على قانون سانت ليغو، وبالتالي الحزب طبعا هو الأدرى بمصالحه وممكن أن يختار. ألم تكن هناك لجنة من الحزب الديمقراطي الكردستاني أو من الأخوة الكرد أجمع تجلس في موضوع عندما وضع هذا القانون الجديد؟ أكيد كان هناك لجنة. أكيد متمنى. نعم موجودة اللجنة. ورضيت بهذا التقسيم وبهذا الوضع. مو هي سياسة الحزب عادة. صدقيني دكتورة خلي أقول لك نقطة مهمة، صدقيني أحدهم في جلسة التقسيم بالدوائر الانتخابية دزلي ورقة قال لي هذا التقسيم يفيدكم بالبصرة لو ما يفيدكم بالجلسة، جاوبني هسه لأنه راح تتقسم الدوائر، قلت له هذا التقسيم يفيد بس هذا التقسيم ما يفيد. أنا كشخص. نعم تمام. هي تقسمت الدوائر على أساس لا مو شوف يعني الحزب الديمقراطي ما يخرج عن الاتفاقات وعن ما يحدث بالعراق، هي هاي الحقيقة. فمن كانوا يجلسون مثلا نواب محافظة وكل محافظة لوحدها ويقسمون المناطق، وهي هذا الخطأ بالتقسيم. التقسيم المفروض جهات فنية تقسم، مو النواب يقسمون أنا هاي المنطقة إلي وهذه ممكن أنه أنا أحصل بها أصوات وهذه المنطقة لا وتلك. يعني هو هذا التقسيم اللي حصل وهذا خطأ كبير جدا، لأنه يعني المفروض يكون فني، هذا كان بعيد عن الفنية. هذا أولا. ثانيا إحنا نعم موجودة اللجنة عن الحزب الديمقراطي بالتأكيد، وموجود الأخوة كانوا في أثناء التقسيم، وهذه الاتفاقات اللي تمت. يعني إحنا عندنا 34 نائب عن الموصل، 6 منهم فقط من الديمقراطي، بقية يعني كان أكو اتفاقات حصلت. بعدين بالنسبة إلى المرشحين وهذه اللجنة، يعني اليوم كمنهج حزبي، وأنا ليش أقول لك إحنا نلتزم بما يقول الحزب لأنه هذا منهج الحزب، لا يهتم بسين أو صاد بقدر ما يهتم هو بالمنهج ذاته. فأنا اليوم كيف أحصل الأعلى وكيف أحصل عدد مقاعد أكثر، وهذا هذه السياسة وهذه حقيقة يعني كل الأحزاب تسعى إليه، وهذا مو خطأ. هذه يعني تدخل في سياساتهم وفي منهجهم كل الأحزاب. طيب في العراق اليوم شفت سياسة جديدة للحزب الديمقراطي الكردستاني، هو أنه عنده مرشحين في مناطق الجنوب، شفت مرشح في كربلاء. نعم هذا اللي شفته اللي لفت انتباهي، وأعتقد في دكتور هيثم. نعم دكتور هيثم، شنو السر، شنو اللي ناوين عليه بصراحة؟ الحزب الديمقراطي هو أنت تعرف أنه يمكن من أقدم الأحزاب بالعراق. نعم. اللي تأسس من 46. أي. وشعبيته كبيرة حقيقة بكثير من المناطق. يعني هذه الدورة اللي فاتت كان عندنا كاك آزاد من بغداد. تمام. فموجودين يعني في كل مناطق، فليش ما يشاركون مثلا اللي منتمي لهذا الحزب، ليش ما يشارك في منطقة ضمن الحزب؟ يعني هذه تخرج عن نطاق أنه فقط هم بالإقليم. وكثير من الانتقادات اللي جت للحزب، وأنا حضرت كثير من البرامج في أنه تنتقد الحزب أنتم فقط يهمكم الإقليم،
وكنا دائما نكرر لا، احنا الاقليم جزء من العراق. واوصانا الرئيس مسعود البارزاني انه كما نعمل لدهوك فاننا نعمل للبصره. لكن هم دائما عادة يستضيفون هذا النائب، تعال أنت عن الحزب الديمقراطي، عن الإقليم، تعال أنت تحدث بهذه الموضوعات فقط. ما صادف يوم أنه يأتي إعلامي ويستضيف فلان، ما عدا أحمد، دكتور أحمد الصفار، لأنه كان باللجنة المالية وكان الموضوع عام. باقي يعني أنا عدة مرات أحضر دائما فقط على موضوعات تختص بالإقليم. وطبعا احنا ندافع عن سياسه الاقليم لانه احنا من الاقليم، هذا طبيعيه جدا. لكن احنا ايضا في نفس الوقت ندافع عن سياسه العراق ككل باعتباره جزء من العراق، وهو هذا الصحيح. اما ان يدفع الاعلاميين باتجاه انه يحصرون هذا في زاويه ضيقه، يحصرون هذا النائب، هو هذا مو طيب. صحيح ابدا. ممكن في هاي الانتخابات قد تجيبون في نينوى بسرعه؟ في نينوى اذا احنا حافظنا على مقاعدنا اللي موجودة، هذه ممتاز. هي 6 مقاعد احنا عندنا في نينوى. ليش البعض يعني ونتمنى انه الصيف 8 وفق التقسيم الجديد يقولون ممكن تحصلون 10 الى 12؟ اكثر من شخص استضفت انطاني هذا الرقم. يعني طبعا احنا كل الاحزاب تسعى الى انه تحصل على مقاعد اكثر، اتمنى. لكن احنا ما ننسى الصراعات اللي موجوده في داخل العراق، توازنات العمليه السياسيه اللي موجوده، واللي دائما سيد مسعود البارزاني يراعي هذا الموضوع. ولذلك اكيد يعني لما يكون بالاصوات وبالصراع بالتاكيد يعني اذا يكون العمليه نزيهه. طيب نعم يحصل الحزب الديمقراطي، لكن اكو راح انا متاكده انه راح تدخل موضوعات اخرى. طيب يعني ليست مهمة. فقط النزاهه نقطة مهمة بالانتخابات. تواجد حزب العمال الكردستاني، حزب العمال في سنجار راح يأثر على نتائج الانتخابات حتى بما فيهم ربما حتى على مقاعد الأيزيدين أو لا؟ حزب العمال موجود في داخل سنجار، لكن أهل سنجار من الأيزيديين هم في الإقليم يعني منازحين. طيب وتصويت النازحين مثل ما تعرف حضرتك هو تصويت بايومتري، وراح يصير مع التصويت الخاص. وعندنا مرشحين من الإيزيديين من سنجار، وأيضا عندنا الأخ ماجد شنقالي من قبل الأخوة المسلمين، واللي هو أيضا الحقيقة الشخصية مميزة جدا وإنسان تحية إليه. نعم أكيد الحين لا والله الأخ ماجد أنا عادة أتابع تصريحاته السياسية، إنسان حقيقة متوازن جدا وأتمنى له الفوز. نعم كل حقيقة أتمنى له الفوز، لأنه إحنا أنا قلت لك من بداية البرنامج أنه إحنا اليوم أحوج ما نكون إلى ناس سياسيين إلى أن يجيدون العمل السياسي. مو فقط هي قضية الدفاع فقط، وإنما العمل السياسي اليوم هو احتراف، يكون مبني على احتراف. سيد ماجد يعني عنده خبرة بهذا الموضوع وعنده شيء من الاحتراف بهذا الموضوع بالعمل السياسي، وأتمنى له التوفيق. نعم طيب مثل ما أتمنى نعم. لكل نرجع المرشحين. على قضية سنجار. نعم أرجعي لي أرجع لها. لا يعني بما أنه كل النازحين هم في المخيمات طيب. وأكثريتهم من الحزب الديمقراطي الكردستاني، فبالتأكيد راح يكون إلى نصيب كبير جدا إذا ما يكون 3 مقاعد يعني يكسبوها. أنا أتوقع أنه 3 يعني، وأتمنى أنه هذه المرة سنجار ما تغبن مثل ما غبنت في 2018 وما كان عندهم أي ممثل بسبب أنه كل صناديقهم ألغيت وكل أصواتهم ذهبت. في الوقت نفسه مخيمات أخرى أصواتهم ما ألغيت وفازوا منها يعني نواب، لكن هذه المرة أتمنى أنه يعني يكون لهم حضورهم في داخل مجلس النواب، لأنه سنجار أصبحت الحقيقة هي بؤرة الصراع هذه، وأصبح موضوعها معقد جدا، واليوم تحتاج إلى أهلها أن يدافعون عنها. طيب معناها هذا القانون خدمكم أيضا؟ يعني أتمنى أنه يكون طبعا أتمنى يعني إذا طبعا إذا يصوتون، مو أنت لا تنسى أنه خلينا نكون اليوم واقعيين أنه أكو في 20% تقريبا هم في سنجار من الإيزيديين والباقي في المخيمات. فعلى اعتبار أنه إذا هي تصير بدون تزوير وتصير على النتائج الأعلى
والفائزين الأعلى بالتأكيد راح يكسبون اليزيديين، وأتمنى إن شاء الله هذه المرة يكون أكو ممثلين، خصوصا الأخ محمى، إنسان خليل. نعم محمى خليل, خليل. أنا أحييه، طبعا هو شخص يستحق بالحقيقة، لأنه شخص كانت مواقفه الحزبية، وأنا اليوم يهمني الشخص اللي يمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه يكون فعلا مواقفه الحزبية كانت مع الحزب، وكان يدافع عنه، وكان يدافع عن أهله النازحين، والحقيقة ما ابتعد عنهم. هذه أريد أقولها أخ مقداد، محمد خليل يعني مو لا تقول لي ترويج انتخابي، لا أنا أذكر الحقيقة فقط. في وقت في أي يوم من الأيام ما ابتعد عن أهله عن المخيمات، وبقى يشتغل لهم الحقيقة، يعني حتى موضوع بعد ما احنا الآن افتتحت، يمتاز بطيبة القلب هو جدا يعني. نعم يعني بعد ما افتتحنا هذا المكتب اللي هو للشهداء والمتضررين، افتتحت أنا بالشيخان حتى الحقيقة يعني أوفر عليهم الجهد، باعتبار أن المخيمات كلها في دهوك، وأيضا مخيمات في الشيخان، فحتى تكون قريبة عليهم وتنجز معاملاتهم بسرعة. بعدها أيضا بدأ الأخ محمى يساعدنا كثيرا بهذا الموضوع، وهذه اللجنة حتى كان يأخذها يمه في فائدة في مقرة ويوديها للمخيمات ويساعد الناس. الحقيقة هو ما ابتعد عن أهله، يعني غير مرشحين ابتعدوا عن ناسهم، ابتعدوا عن أهلهم، اجوا في وقت ما هم مرشحين يعرضون خدماتهم. لكن الحقيقة احنا نريد الإنسان عد ما يكون يدافع عن أهله، يدافع عنهم باستمرار، مو أنا اليوم بعيدة وبعيدة عن البرلمان معناها ما أشتغل الأهلي، لا بالعكس، المفروض أنه هذا الخط يستمر إذا كنت أنت فعلا تريد خدمة أهلك وناسك. جميل، خليني أنتقل إلى فاصل ثم أعود ليكمل معك. أحب الكرام مستمرين معكم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير خلوا معنا. مرة أخرى عبد الكرام مرحبا بكم. مرحبا مجددا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني النائبة الدكتورة خالدة خليل، مرحبا بك مرة أخرى حياك الله. خليني أنتقلش الآن للملف الانتخابي. مقتنعة أكو انتخابات صراحة، رغم الأجواء اليوم بدأنا ندخل في الجو الانتخابي، لكن إلى ما قبل عودة السيد الصدر كان البعض يتحدث أنه لن تجري الانتخابات، واليوم البعض أيضا يتحدث ربما لن تكون هناك انتخابات بسبب حادث طارئ مثلا. تفضل. يعني هو كل شيء متوقع في العراق، طيب، وممكن حتى في يوم الانتخابات، وهذه حدثت في احدى الدول، انه في يوم الانتخابات والناس تقترع وفشلت العمليه الانتخابيه، ممكن انه يحدث كل شيء بالعراق، وكل شيء متوقع ومحتمل. لكن هو القرار هذا جاء يعني الحقيقه مو فقط هو قرار عراقي، وانما القرار كان دول تدعمه، قرار دولي الانتخابات. نعم نعم، وكنت أكد عليه يعني بأنه يجب أن تجري الانتخابات، يعني مثلا الولايات المتحدة أكدت على إجراء الانتخابات، الأمم المتحدة أكدت على إجراء الانتخابات، يعني الكثير من الدول ترحبت وراح ترسل مراقبيها، وبالتأكيد هي داعمة لعملية الانتخابات، بالرغم من أنه ما ننسى هذا التقرير اللي خرج من هولندا والدول وقعت عليه بأنه الظروف هي غير ملائمة. والحقيقة اليوم الظروف بالعراق متشابكة جدا. أنت تجديها غير ملائمة بصراحة؟ لا، هي غير ملائمة. طيب. غير ملائمة أبدا، ولكن هي كانت لأنه العملية السياسية وصلت إلى الانسداد السياسي، فما كان أمامهم سوى الخروج منها إلا عن طريق الانتخابات، وهذا الاتفاق اللي حدث بأنه لا طريق آخر، بما أنه إحنا يفترض بأننا نعيش في ظل نظام ديمقراطي، بأنه تكون هناك صناديق الانتخاب هي اللي ممكن أن تخرجهم من هذه الأزمة. طيب. لكن أتمنى يعني لا أتمنى صناديق الاقتراع ممكن أن تحدث تغييرا في ما بعد الانتخابات. يعني أحد الضيوف يقول لي والله جيت أنا من نينوى إلى بغداد 90% أشوفها نفس الوجوه ما متغيرة، أصابني اليأس والإحباط. مو بس نفس الوجوه أستاذ مقداد، يعني يمكن تلاحظت المرشحين مع احترامنا كشخوص لهم، لكن إحنا نتحدث اليوم عن عمليتهم كل أكيد. العراق حتى من الدورات السابقة رشحوهم أعادوهم هذه المرة،
وهناك أسماء محددة أنت تعرف حضرتك ترشحت وعلى أحزاب ليس مستقلين، وإن كان قسم منهم تحت عباءة الاستقلال وفيما بعد سينضم، لكن يعني هذه العملية إذا أخرجت لنا بمخرجات جديدة فهذه ممكن أنه يصير بها نوع من التغيير أو نستبشر بالإصلاح، لكن إذا بقت هي نفس هذه العملية ولم تغير شيء. وأنت قبل فترة قبل شوية ذكرت لي بأنه الرئاسات الثلاثة طيب أنت ما تحد أنت يعني أنت غادرتي لي هذا الملف ما تريد تكلمي بيه على أنا ببالي أرجع لك عليه بصراحة اللي ملف الرئاسات الثلاثة يعني هو الناس تريد لها تغيير اليوم ممكن أن يتنازل الأخوة الكرد عن رئاسة الجمهورية لصالح السنة لا أتوقع يعني هذا يعتمد البرلمان. على اتفاقات هذا طيب. يعتمد على اتفاقات لكن هو الحقيقة هذا من حصة الكرد يعني هذا موضوع متعارف عليه طيب وإن كان هو مو قانوني لكن هذا عرف سياسي عارف. فالحصة هذه من حصة الكرد يعني طيب. رئاسة الجمهورية لكن هي ستكون للحزب الديمقراطي أم للاتحاد الوطني هذه أمور تقررها الحزبين واتفاقات تجري فيما بينهم وأيا كان سواء كان من الحزب الديمقراطي أو كان من حزب الاتحاد بالتأكيد هو يأتي باتفاق كردي ويدعمه الكرد وإن شاء الله يكون يخدم كل العراق مثل ما يخدم أيضا أهله في كردستان وأهله في العراق بشكل عام نعم رئاسة الوزراء ممكن أن يعاد السيد الكاظمي لو أنت هذه الولاية الثانية تعتبريها مو من خطة الإصلاح والتغيير اللي اليوم الكل يتحدث به يعني هو صعب جدا وإن كان السيد الكاظمي الحقيقة نجح في هذه الفترة القصيرة فترة طيب. قصيرة جدا وحقق نجاحات ولا أحد يستطيع أن ينكر اليوم بأنه أعاد العراق إلى حضن الدولي وأنه كانت سياسة الخارجية ناجحة واتبع نوع من التوازن بهذه الصراعات الإقليمية والصراعات الدولية التي كانت على أرض العراق وحقق فترة من الهدوء يعني حتى أنه كان متوقع أنه الأمور لا تسير بهذا الاتجاه وإنما باتجاه آخر فوضوي ولكن السيد الكاظمي برأيي استطاع أن يهدئ الأمور واستطاع أن يتبع سياسة هي ناجحة بهذا المضمار ولكن مسألة إعادته هذه تعتمد على سياقات أخرى هذه تعتمد على سياق الكتلة الأكبر والاتفاقات اللي تحصل ما بين الأخوة من الشيعة لأنه هذا المنصب يخصهم فهل ستتفق الكتل الكبيرة مثلا الفتح مع الصدريين مع الكتل الأخرى على أنه يكون يطرح السيد الكاظمي مرة أخرى يعني وإن كان هو يسعى الرجل وسعيه في حتى مع طيب. الدول الإقليمية كان جميل أنا أريد أرجع الملف الانتخابات لكن نعم. قبل كنا نشاهد صراع سني شيعي صراع شيعي كردي صراع كردي يعني وهكذا اليوم أصبحنا نشاهد صراع سني سني صراع كردي كردي يعني الصراع الشيعي يعني غير واضح اليوم أو لم يطفو على السطح بعد لكن ربما تصريحات للسيد المالكي هنا وهناك بهذا الصدد لكن ليس بكم الصراعات السنية السنية الكردية الكردية شنو رأيك؟ لا خلينا نوضح حقائق الصراع الكردي الكردي بالعكس هي هذه الفترة احنا نعتبرها من أفضل الفترات أنه أكو اتفاق كردي طيب. كتلة الاتحاد أنت تعرف بأنه هذه دخلت في تحالف مع الأحزاب الأخرى وأيضا علاقة حزب الاتحاد والسيد بافل طلباني مع حزب الديمقراطي هي علاقة جيدة طيب. ولذلك ما يعني أبدا ما راح يكون أكو نوع من التعقيدات حتى في مسألة طرح اسم رئيس الجمهورية اتفاقات ممكن أن تكون هناك اتفاقات وممكن أن تحدث هذه يعني الحقيقة تعود إلى السياسة الحكيمة للرئيس مسعود بارزاني هو الرجل حكيم جدا وهو الرجل يعرف كيف يعادل الأمور ويعرف كيف يراعي الجميع ولهذا ما أتوقع يكون أكو أي خلاف نعم طيب أعود لملف الانتخابات اليوم هناك دعوات بمقاطعة الانتخابات عندنا معارضين
أيضا للانتخابات بشكل كامل، وعندنا قوى كانت معارضة في تشرين وأيضا اليوم تؤيد الانتخابات، وعندنا سياسيين يؤيدون الانتخابات. هذه المعادلة شلون تقريها؟ يعني حسب ما أتابع أنا مراكز الدراسات، طيب الكثير منها الآن تشوف النتائج اللي يمكن حضرتك معنا بالجروب تشوف أنه ينزلوا لنا هذه النتائج مع المراكز الدراسات، مثل مركز اللي يدير الأخ دكتور باسل. 70% هم من المقاطعين، على اعتبار مو فقط أنه التشرينيين، وإنما الناس ملت من هذه العملية، والناس ما شافت أنه خلال 18 سنة فاتت الخدمات خصوصا على مستوى الوسط والجنوب نتحدث، طيب ما كان أكو أي خدمات لهذا الشعب، ما كان. فالناس ملوا، خصوصا أنه الناصرية اليوم حتى الأحزاب ما تقدر دعاياتها، أنه حتى المرشحين ما تقدرون ينزلون في الناصرية أو في المدن الأخرى، فالوضع صعب جدا، ولهذا الناس مقاطعة للعملية أو للانتخابات. لكن احنا من جانب اخر انه مهما تكون النسبه، حتى لو كانت، انت تتذكر يمكن بالانبار بالانتخابات الاولى كانت اعتقد النسبه 1% المشاركه، ومع ذلك مضت. فاذا كان هناك اتفاق تمضي فستمضي ويعترف بها من قبل الامم المتحده، لانه هي تسند الاعتبار العمليه السياسيه بالعراق، وستمضي الامور، لان ما عندنا نسبه محدده، احنا يجب أن يكون نسبة كذا حتى لا دوليا موجودة، طيب، ولا في الدستور العراقي ولا في أي نسبة المشاركة. اليوم هسه احنا نعتمد على نسبة المشاركة، إذا 70% مقاطعين هذه مشكلة. يعني أنا دائما أستضيف ضيوف أقول أنت تنتخب، فأغلب النخب المثقفة اللي ألتقيها تقول لي ما أنتخب. نعم. طيب منو اللي يطلع ينتخب؟ اللي يطلعون ينتخبون هم جمهور الأحزاب. طيب هذا يعني طبيعي جدا. فأنت عندك يعني السنة راح يطلعون هذه المرة بكثرة، طيب، بسبب هذه الصراعات السنية، أنت تعرف ما بين هذه الكتل. الكرد راح ينتخبون لأنه عندهم المسألة هي تتعلق باستحقاقات الإقليم، فبالتأكيد راح يكون هناك قاعدة للانتخابات واسعة. المناطق اللي الحقيقة هي فيها المشاكل المناطق الوسط والجنوب، هي هذه المناطق اللي تنخفض بها النسبة، لكن أنا أتوقع أنه المشاركة الكردية والمشاركة السنية راح ترفع من النسبة، من نسبة الانتخابات. نعم. إيش قد النسبة اللي ممكن تفشل الانتخابات؟ وإحنا دائما ما نعول على دور الأمم المتحدة، دور الأمم المتحدة هل يعتبر ضامن، أو الأمم المتحدة هل تعتبر ضامنة لنزاهة هذه الانتخابات لو لا؟ يفترض أنها تكون كذلك، يفترض. طيب، انها لا هسه انا مو يفترض، انطيني خراتك للوضع. لا مو هي ليش انا اقول لك يفترض؟ نعم. الحقيقه ماكو نسبه معينه، انا ذكرت بانه لا دوليا لا الامم المتحده ولا حتى في الدستور العراقي ماكو نسبه للمشاركه، ايا كانت النسبه ممكن ان يتم الاعتراف بها، لكن هذا يتم على اساس التوافقات السياسيه بداخل العراق. طبعا. أنا اليوم إحنا كل الأطراف راضية عن العملية الانتخابية وعن استحقاقاتها، إذن الأمم المتحدة ما راح تجي تخرب هذه الاتفاقات، وهذا اللي جرى في 2018، لأنه العملية أنت تعرف إيش قد كانت نسبة التزوير بها حسب البيانات والإحصائيات والوثائق اللي ظهرت، ولكن وباعتراف الأمم المتحدة بأنه عندما تذكر سيدة بلاسخارت بأنه هذه الانتخابات لن تكون مثل ما كانت في 2018، بمعنى أنه هي تعترف بأنه كان هناك إخفاقات في 2018 وكان أكو تزوير وكان أكو خروقات، فهذه هي على اعتبار أنه ستكون مختلفة. فإذا كان هناك اتفاق بالتأكيد هي ستمضي. طيب عندنا اتفاقات راح تصير فيما بعد الانتخابات، اليوم عندنا تهدئة، إلى فيما بعد الانتخابات الاتفاقات، شلون تشوفين الوضع وين رايح بصراحة؟ الوضع السياسي ترى إلى الآن يعني أكو شخوص يقولون ممكن لن تجري الانتخابات على فكرة، يعني وأنا قلت أنه كل شيء ممكن في العراق. طيب ممكن ممكن أنه هذا الشيء يخدمكم أنتم كنواب تكملون دورتكم البرلمانية. لا سواء إحنا في 17 ينحل البرلمان، سواء فيما لو كانت جرت الانتخابات، لا حتى في يوم الانتخابات ممكن أن ما يصير. هناك شرط، تمام؟ نعم هناك شرط،
فيما لو أجريت، يعني من الصعب جدا أنه يعود مرة أخرى. لا يعني شوف، وهي موضوع أنه إحنا كنواب نهتم بأنه تكمل الدورة. صدقني يعني، وأنا من هذا يعني من الأشخاص اللي مو مشكلة الدورة إذا أكملت أو لا، لكن الأهم هو مثلا أن العملية تكون سليمة وأن تأتي بما هو يخدم هذا الشعب، أن تكون نتائجها تخدم هذا الشعب. لكن إذا كانت النتائج مو راضية، يعني ما يرضون عن هالنتائج، فمشكلة كبيرة الحقيقة. لا، إحنا هم راح نتعرض لموضوع ما فيما بعد النتائج. نعم. خلينا نتحدث لك عن وثيقة الإصلاح، شلون تنظري لها؟ تمام. وثيقة إنشائية. إنشائية؟ نعم. طيب. لا تختلف عن سابقاتها. طيب. ولن تكون الأخيرة. طيب. وليست هي الأولى، لأنه في كل السنوات السابقة أيضا كان هناك مواثيق الشرف، وكان طيب. هناك وثائق، وكان هناك. ولكن أنت أثنيتي في قبل قليل أيضا حتى على حكومة السيد الكاظمي وعملها وكذا والدوري الإقليمي وغيره وغيره. تمام. إحنا عندنا هنا موضوعين. أي. موضوع أنت تذكر لي بأنه هذه الوثيقة ستأتي بالإصلاح، وكل هذه الأمور اللي موجودة من ضمنها تغيير الدستور مثلا. ليش إحنا اليوم الخلل بالدستور يا أستاذ مقداد؟ لو الخلل بعدم تطبيق الدستور، هناك فقرات يمكن أن تعدل في الدستور وهناك خلل في التطبيق. صعب جدا، هناك خلل كبير في تطبيق الدستور. طيب ليش صعب؟ التعديل صعب؟ التعديل صعب طبعا. ليش؟ مو مسوين لجنة التعديلات الدستورية، ولذلك أخفقت في 4 دورات. تمام. يعني صعب جدا هذه مسألة التعديلات والاتفاقات، صعبة جدا الآن. المفروض هو مو المشكلة، احنا ذكرت الخلل هو ليس في الدستور، الخلل هو في إدارة الدولة، في طريقة الإدارة. طيب. عدم العمل بالدستور كل هذه السنوات الماضية، لو طبق الدستور صدقني ما كان هذا وضعنا، ولكن لأنه ما طبق. واحدة من فقرات الدستور المادة 48 اللي لحد الآن بقيت عالقة، اللي هو تشكيل مجلس الاتحاد. طيب. لحد الآن ما عندنا مجلس اتحاد. طيب لو كان هناك موجود القرارات اللي تخرج من مجلس النواب تروح إلى مجلس الاتحاد اللي هو يوازن ما بين المكونات، اليوم مجلس الاتحاد ما راح يخلي المكون السني مثلا يتضرر، أو المكون الكردي يتضرر، أو المكون الشيعي يتضرر، أو حتى الأقليات من المكونات الأخرى، لأنه كل القرارات راح تدرس بشكل سليم ومهني واحترافي. ولذلك هذا كان ضروري جدا. ليش بقى إلى حد الآن بقت هذه المادة عالقة؟ المادة 140 لو أنها حلت اليوم ما كانت تتعرض هذه المناطق إلى ما تعرضت له من دخول داعش، ومن دخول أطراف أخرى غريبة، ومن دخول أحزاب أخرى تنتمي إلى جهات خارجية اليوم هي موجودة في هذه المناطق. كل هذه بسبب الخلل في تطبيق الدستور وبسبب عدم الالتزام بالدستور. احنا اليوم لو نلتزم به اكيد ما راح تكون الوضعية بهذا الشكل. لكن هي المشكلة الكبيرة، ليش اقول لك هي وثيقة انشائية؟ فعرضني الاخ الاستاذ احمد ملا طلال، قال لي بالجروب يمكن تتذكره، قال انت شلون تقولين بانه الوثيقة انشائية وبها خلل والسيد مسعود البارزاني موقع عليه؟ طيب السيد الرئيس مسعود البارزاني عادة كان هو أحد الدعائم اللي تسند إصلاح العملية السياسية بالعراق، أو أنه يكون أكو هناك دائما اتفاق أنه ما تخرب هذه العلاقات. من 2005 إلى حد الآن كان له دور كبير، ودور يعلمه القاصي والداني، بأنه الرئيس مسعود البارزاني كان دائما هو في صف التوافق والاتفاقات، وأنه يساند العملية السياسية. طيب أنت اليوم أنت خرجت لي بوثيقة، يضطر هو من أجل أن تمشي الأمور الانتخابات إذا كانت هي الحل الوحيد. أحمد ملا طلع عارض من كان متحدث باسم الحكومة؟ لا الآن. ها تمام. هذه تختلف طبعا. أي تمام. أكيد. يعني الحقيقة يعني إذا كانت الانتخابات هي الطريق الوحيد باعتبار أنه صناديق الاقتراع هي اللي ستحكم، فأكيد الرئيس مسعود البارزاني هو مع الديمقراطية ومع التوجه نحو هذه الصناديق من أجل التغيير. إذا أردتم التغيير فعلا فاذهبوا إلى صناديق الاقتراع.
لكن اليوم الانتخابات وأنا غالبا ذكرتها في عدة لقاءات وقلت بأنه صناديق تعتمد على وعي الشعب. طيب أكو وعي عندنا اليوم فعليا؟ أكو وعي بالمقاطعة الحقيقة وليس بالمشاركة. تمام؟ أكو وعي بالمقاطعة. طيب عندنا نقطتين، السلاح السياسي وعندنا مال سياسي، بديش الانتخابات أثرا بشكل فعال وساهما في تغيير حتى النتائج والنفوذ السياسي أيضا أضيف لهما بهذه الانتخابات حسب القانون الجديد ووضع المفوضية. نعم. شنو قراءتك؟ قراءتي أنه الكثير من الجهات السياسية اللي كانت تعارض الانتخابات هي بسبب أنه هناك سلاح وهناك مال سياسي. مع وجود هذا السلاح طبعا ومع وجود المال السياسي بالتأكيد هذا سيكون له تأثير كبير في نتائج الانتخابات. هذا شيء مسلم به. طيب يعني كيف راح ممكن تقضي عليه؟ تطمينات الأمم المتحدة وتطمينات مفوضية الانتخابات اللي أعدت خطوات مهمة وصارمة للحد من التزوير، مثل يعني موضوع حتى البطاقة الإلكترونية والبيومترية والبصمات وغيرها وكثير من الخطوات. لا، البطاقة الإلكترونية والحقيقة يعني أحد من أعضاء كتلتنا أيضا قدم تعديل على هذا القانون اللي كان يفترض بأنه فعلا تتحول كلها إلى بطاقة بيومترية تجنبا للتزوير، ولكن هذا الموضوع ما مشى يعني بالمجلس النواب لأنه ما وافقت الكتل على أنه تكون حصرا هي البطاقة البيومترية، خلوها المن خلوها فقط للنازحين وللتصويت الخاص والبقية لا يلتزمون بها. وهذه أنت تعرف وجود بطاقة إلكترونية بهذه الأعداد الكبيرة جدا، هذا أيضا 3 مليون بعض يقول أكثر. نعم. أكثر من هذا، أكثر من هذا العدد بكثير، فبالتأكيد هذه كلها راح تكون. طيب. لها تأثيرات طيب سؤال أخير لأن وقت انتهى، تقييمك للدورة البرلمانية الحالية ونحن نودعها؟ بالحقيقة الدورة البرلمانية الحالية كان بيها شخصيات فعالة وكانت شخصيات يعني لو أعطي لها المجال كان ممكن أن تكون صوت حقيقي للشعب العراقي، لكن الإخفاقات اللي حدثت وعدم التئام المجلس كله كان بسبب السياسة اللي تتبع بالعراق الآن. أولا سياسة الاتفاقات اللي صارت، وخصوصا أنه هناك جهات داخل المجلس لها تمثيل سياسي في نفس الوقت هي جهات عسكرية، فهذه كانت يمكن تعيق أغلب الاتفاقات، فكانت تضطر رئاسة المجلس إلى أنه تمنع الجلسة. هذه حقيقة وأنا أقولها من باب أنه أنا اليوم مؤتمنة، فأقولها بكل صراحة وبكل أمانة أنه هذه الجهات اللي كانت عادة تخرج ببيانات وتخرج بتصريحات وتخرج كان لها أهداف أخرى في داخل المجلس بهذا تمثيلها السياسي وتريد أن يكون هناك لجهات معينة السلطة على البلد، وهذا اللي كان يمنع بأنه تعقد أغلب الجلسات، فكان ما يصير نصاب أو ما كانت تمشي. نعم. وهذا كان واحد من سبب الإخفاقات. إذا تكررت هذه المسألة ممكن تتكرر؟ ممكن نعزل البرلمان ولا نطلع انتخابات؟ ممكن انتخاب. ممكن جدا. إذا النظام الرئاسي أفضل لنا بهذه الحالة دكتور؟ هي ما يتعلق، لا والله النظام البرلماني هو اللي أفضل للعراق. طيب. ولكن إذا تكرر والجهات نفسها وعادت إلى المجلس وأرادت أنه جهة معينة تكون مسيطرة على المجلس، أيضا هذه راح تكون أتعس من هذه الدورة وأكثر سلبية. جميل الحقيقة. شكرا الدكتورة خالدة خليل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني النائبة أيضا عن الحزب، شكرا جزيلا لك. هالدورة ما راح نشوفه، نشوف إن شاء الله بالدورة القادمة. العمل السياسي لا يتعلق فقط بتمثيل برلماني. يعني إحنا بما أنه مؤمنين. موعديتش بوزارة؟ لا طبعا. ما وعدوني لا بوزارة ولا بغيرها. طيب. لأن هذه تعتمد بالتالي على الاستحقاقات، لكن إحنا بما أنه ناس ننتمي إلى حزب ونحترم قرارات الحزب ونحترم نهج الحزب بالتأكيد نحن سنخدم أينما نكون.
هو هذا النهج اللي احنا نسير عليه. انا بالنسبه لي ساخدم اينما اكون وداعمه لاي شيء يكون في خدمه العراق وفي خدمه الاقليم في نفس الوقت. جميل، شكرا دكتورة. وأنتم أحبتي شكرا لكم على حسن المتابعة. في الختام نقول عن خالدة خليل أنها تقول ما حدث في مطار أربيل هو خرق للهدنة واضح له تأثيرات سلبية فيما بعد، لن أشارك في هذه الانتخابات وهذا قرار حزبي أحترمه. نشوفكم باكر، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.